عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نستكمل قصتنا، قصة بائع الحكايات. هيا بنا. الهدف أن يتتبع المتعلم تطور الشخصية الرئيسة خلال القصة. ثانيا، اذكر 3 أساليب إنشائية وكيف أثر بائع الحكايات في أحداث القصة. وأخيرا، للوصف نوعين اذكرهم. وفي ذاك اليوم لمعت في رأسي فكرة، وطلبت من جدتي وأمي أن تخبز أرغفة مكمرة، ثم حملت الأرغفة ورحت أنادي حكايات حكايات، وتجمع حولي أطفال القرية، وبدأت أقص عليهم حكايات رسمات النور على الأرغفة. استخدمت أصابعي وشفاهي لأحكي حكاية العصفور الذي استعاد صوته، فاستمتعت بها طفلة فقدت صوتها. والآن ومع الكلمات الجديدة: التنور، الفرن، الرغيف محترقا أي وضع في النار مدة طويلة حتى اسود، الحطاب، الرجل الذي يقطع الأخشاب، والأشجار، خبز مقمر أي سخنه أو حمصه على النار حتى يحمر لونه، يملأه بالماء أي وضعوا فيه الماء وضدها أفرغوه، آبار مفردها بئر وهي حفرة عميقة يستخرج منها الماء أو النفط. والآن هيا نكمل شبكة المفردات بالفعل التالي بعد تصريفه مع الضمائر المنخفضة. الفشل لوحة مكتوب عليها ليس من هذا الاتجاه، لكن البعض يقرأها توقف. هذه العبارة توضح نوعين من الناس، وضحهم. أما الآن فقد حان وقت الأنشطة، اختر أحد الأنشطة الموجودة أمامك ثم قم بحله وارسله إلى معلمك. التقييم الختامي للحصة: ادخل على الرابط التالي ثم قم بحل الأسئلة بعد أن تسجل اسمك قبل الدخول. شكرا لكم وألقاكم في حصة أخرى. مع السلامة. والآن افتح موقع صفير واقرأ قصة من القصص التي حددها لك معلمك، وأجب عن الأنشطة المخصصة لها. أراكم في حصة أخرى. مع السلامة جميعا.